الأمير الوليد بن طلال يكافئ الأبطال أصحاب الميداليات في الدورة العربية. الحلقة بهذا الخبر الصحفي للأمير الوليد بن طلال. يهنئ الأمير نواف بن فيصل بمناسبة الإنجازات المشرفة لبعثة المملكة الرياضية في الدوحة، مليون ريال مكافأة من الأمير الوليد لأبطال المملكة. الخبر يقول: رفع صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود يوم الأحد 7/1433 الموافق 1 يناير 2012 التهاني إلى صاحب السمو الملكي الأمير نواف بن فيصل بن فهد بن عبد العزيز آل سعود رئيس العام لرعاية الشباب ورئيس اللجنة الأولمبية السعودية وإلى الشعب السعودي لتحقيق بعثة المملكة العربية السعودية الرياضية 45 ميدالية في مختلف الألعاب بدورة الألعاب الرياضية 12 والتي اختتمت في 23 ديسمبر 2011 في العاصمة القطرية الدوحة تحت رعاية أمير دولة قطر سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، حيث احتلت السعودية المركز السادس بين 21 دولة عربية مشاركة في هذا الحدث الرياضي الكبير. وعلق الأمير الوليد: نهنئ أبطال المملكة العربية السعودية على هذا الإنجاز الرياضي المشرف والذي يعكس مدى التطور والمنافسة التي وصلت إليها الرياضة في مملكتنا الغالية. هذا وقدم الأمير الوليد مكافأة للاعبين للاعبي بعثة المملكة المكون من 52 لاعب الحائزين على الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية، يقدر مجموعها ب 780 ألف ريال وذلك على النحو التالي: الفائزين بالميداليات الذهبية 20 ألف ريال، الفائزين بالميداليات الفضية 15 ألف ريال، والبرونزية ب 10,000 ريال. وقدم الأمير الوليد مكافأة للجهاز الإداري يقدر مجموعه ب 220 ألف ريال. وأكد الأمير الوليد على ضرورة دعم الرياضة والرياضيين وتطوير الرياضة في المملكة وتشجيعها لتحتضن أكبر عدد ممكن من الشباب لصقل مهاراتهم الرياضية واستثمار أوقاتهم في أنشطة أو في أنشطة مفيدة. الخبر طبعا مهم جدا، أنه يعني رجال الأعمال أنه يبادرون، يعني ما يتركون فقط مسألة التكريم ملقاة على عاتق الرئاسة. والله في اعتقادي أنا طبعا مبادرة الوليد ليست مبادرة الأولى ولا شيء، يعني كثير من الأندية السعودية حقيقة حلت بعض وكثير من مشاكلها من خلال زيارتهم للأمير الوليد. الأمير الوليد حقيقة يعني دائما وابدا يعني عودنا من منذ زمن من سنوات طويلة أنه دائما مبادر في يعني منح جوائز مميزة للمميزين، وهذا أمر طبيعي جدا. وأتوقع يعني وأقوله بكل صراحة، يعني صاحب السمو الملكي الأمير نواف بن فيصل يعني وجميع أعضاء الاتحاد السعودي لكرة القدم يسعدون بهذا يعني بهذه المبادرة الرائعة، ونتمنى أنها مثل هذه المبادرات أن تكون يعني أن يكون الأمير الوليد قدوة طبعا بلا شك لجميع رجال الأعمال في المملكة العربية السعودية في دعم الرياضة السعودية، لأن الرياضة السعودية هي تشريف للبلد وللوطن. فلذلك من باب أولى أن يكون هذه يعني المهمة وهذا الأمر على عاتق الجميع، وأتمنى من جميع رجال الأعمال أن يدعمون الرياضة السعودية في شتى مجالاتها وشتى طبعا يعني نشاطاتها. وبكل تأكيد هذا أمر مهم جدا وتحتاجه الرياضة السعودية بحقيقة يعني خاصة الأيام هذه بالذات، يعني فيه طبعا يعني فيه اندفاع للرياضة السعودية، في حب يعني لعمل إنجازات، يعني احنا بالرياضة السعودية في رغبة، والرياضة السعودية حقيقة لا يعني السنوات الأخيرة قد يكون فيها تعثر نوعا ما، فلذلك تحتاج إلى مثل هذا الدعم وبمس الحاجة بمثل هذا الدعم لترتقي الرياضة السعودية إلى طبعا رياضة السعودية لا على المستوى العربي ولا على المستوى القاري والعالمي إن شاء الله بإذن الله تعالى. مهندس صارق، هذا الموضوع يفتحنا موضوع أو يفتحنا باب رجال الأعمال ودورهم في يعني تدخل لدعم الرياضة السعودية، دعم الأندية، دعم اللاعبين، دعم الأفراد، كل ما له علاقة بالرياضة في المملكة. والله طبعا أول شيء خليني يعني حقيقة أتحدث عن الأمير الشخصية الكبيرة الأمير الوليد بن طلال. الأمير الوليد بن طلال حقيقة شخصية فذة ورجل وطن حقيقة. يعني الأمير الوليد بن طلال احنا دائما زي ما تفضل بريان يعني ما مستغرب حقيقة عليه الدعم اللي يحظى فيه الرياضة السعودية حقيقة بجميع مثلا فئاتها، يعني ما هناك مثلا عطاء رأسي من الأمير الوليد بن طلال، هو هناك عطاء أفقي حقيقة لكل الأندية، حتى الأندية الريفية حقيقة والأندية مثلا النائية أو الأندية اللي حقيقة تحتاج، وهناك عازة كبير جدا. الأمير الوليد بن طلال دائما مبادر، والمسؤولية الاجتماعية حقيقة يعني متمثلة في شخصية الأمير الوليد بن طلال في جميع أنشطة ومساهماته في البلد حقيقة. احنا يعني زي ما تفضلت تركي يعني ندعو حقيقة رجال الأعمال
أنهم يقومون بواجبهم تجاه بلدهم، سواء من خلال دعم أنشطة شبابية، دعم يعني الوقوف بصف رعاية الشباب في برامجها، في حتى من ناحية استثمارية. يعني أقول أنه ممكن تضرب أنت عصفورين في حجر واحد، بحيث أنك أنت ممكن تستثمر عن طريق الرياضة وتحقق هدف لمنشأتك أو لاسمك، ومن جهة أخرى أيضا تفيد حقيقة رياضة البلد. يعني هذا ما نفتقده حقيقة، نحتاج نماذج كثيرة من فئة الأمير ولد بن طلال. رفع صاحب السمو الملك الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز اليوم الأحد 7/0/1433 موافق 1 يناير 2012 التهاني إلى صاحب السمو الملك الأمير نواف بن فيصل بن فهد بن عبد العزيز الرئيس العام لرعاية الشباب ورئيس اللجنة الأولمبية السعودية، وإلى الشعب السعودي لتحقيق بعثة المملكة العربية السعودية الرياضية 45 ميدالية في مختلف الألعاب بدورة الألعاب الرياضية 12 التي اختتمت في 23 ديسمبر 2011 في العاصمة القطرية الدوحة، إذ احتلت المملكة العربية السعودية المركز السادس بين 21 دولة عربية مشاركة في هذا الحدث الرياضي الكبير هذا. وقدم الأمير الوليد بن طلال مكافأة للاعبين ممثلة في بعثة المملكة 52 لاعب الحائزين على الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية، تقدر مجموعة ب 780 ألف ريال، وذلك على النحو التالي 200 ألف أو 20 ألف ريال للفائزين بالميداليات الذهبية، و 15 ألف ريال للفائزين بالميداليات الفضية، و 10 ألف ريال للفائزين بالميدالية البرونزية. كما قدم الأمير الوليد بن طلال مكافأة للجهاز الإداري يقدر مجموعها 220 ألف ريال. أيضا أكد الأمير الوليد بن طلال على ضرورة دعم الرياضة والرياضيين وتطوير الرياضة في المملكة وتشجيعها اللي تحتضن يعني أكبر عدد ممكن من الشباب لصقل مهاراتهم الرياضية واستثمار أوقاتهم في أنشطة مفيدة. كان هذا اليوم في الرياض. خلوني أكمل اللقطة ما شفت لأن. عموما شكرا لكل الحقيقة من يدعم الرياضة السعودية، وشكرا للأمير الوليد بن طلال على هذه البادرة المميزة واللي هي غير مستغربة. فاصل.